السلام عليكم. في إطار رفع القيود على المستثمرين، إذا تم بولاية قسنطينة في المنطقة الصناعية تحمي ولاية قسنطينة إعطاء رخصة الاستغلال لمستثمر جزائري في ميدان إنتاج المعدات الكهربائية والكهرومنزلية في المنطقة الصناعية المصغرة نتاع مدينة قسنطينة. إذا تم افتتاح هذا المصنع لإنتاج المعدات أيضا الكهربائية والكهرومنزلية، و نسبة نتاع اندماج لا تتعدى 15%، لكن فيه برامج لهذا المستثمر ليطور هذا النسبة تاع الإدماج، وكذلك إضافة للتعليد العاملة اللي راهي حاليا يشغل 120 عامل، وسوف يرتفع العدد هذا في سنوات القليلة المقبلة إن شاء الله. لازم نشجعوا هاد المستثمرين في كل ميادين، ونخلوا السوق حرة لأي إنسان يقدر أي ميدان يقدر باش تكون فيه تنافسية، وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.